على هامش احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، تعالوا مع بعض نتابع لقاء مع لواء طيار أركان حرب مدحت كامل زكي نائب مدير الأكاديمية العسكرية والكلية الجوية. لواء طيار أركان حرب مدحت كامل نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية. برحب بحضرتك يا فندم في هذا اليوم العظيم، وأنا بسميه دايما كده يوم من أيام الفخر داخل قواتنا المسلحة وقواتنا الجوية. حفل تخريج الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية جوية أنا دايما بسميه يوم الحصاد. النهاردة الأسرة بتجني حصادها اللي تعبت فيه من 20 أو 21 سنة، الطالب بيجني حصاد تعبه خلال 3 سنوات دراسية كان فيه شك، ممكن فيهم تحديات كتيرة جدا، إنما تقدر الطالب أو الخريج النهاردة يستوعبها بكل ثقة وبكل النجاح. أصبح النهاردة وإحنا بنحضر حفل تخرجه احنا واثقين تماما من ادائه ومن المستوى اللي وصل فيه في التدريب. مفيش شك ان التطور المستمر والتطور اللي حصل داخل قواتنا الجويه خلال الفتره الزمنيه السابقه كان لازم يكون معاه تطور واضح وتطوير واضح جدا لكل ما هو بيخص عمليه تعليميه داخل الكليه الجويه. ده ليه؟ هيحقق استيعاب الخريج، يقدر يستوعب بكل يسر وبكل سهوله كل ما هو جديد في علوم الطيران. التطور السريع في علوم الطيران وأسلحة الجو المختلفة لازم يكون معاه تطور كبير ومتلاحق داخل الكلية الجوية. احنا بنطور تقريبا المناهج التعليمية بتاعتنا، تقريبا بنرجعها سنويا، بنطلع دايما على كل ما هو جديد في علم الطيران سواء في الأكاديميات الخارجية أو في الدول الصديقة والشقيقة.